قديمة نوعا ما، يعني ممكن نرجع بها إلى السبعينات حتى أو إلى نهاية السبعينات. فكنا دائما في هذه الفترة تواقين للبحث. أنا بطبيعتي أحب القراءة وأحب الكتابة، ولكن في هذه المراحل ما كان، مش مثل اليوم طبعا، ما كانت السبل متاحة مثل ما هي متاحة اليوم. فكنا نجتهد كثير على أساس نبحث عن المجلات وعن الكتب، وكنا نستخدم المراسلة مع بعض المجلات. وأنا حقيقة كنت من محبين مجلة ماجد ومجلة ميكي الشهرية الصغيرة هذيك، أيوة، ونراسل مصر ونراسل الإمارات، وبعض الأحيان نروح، طبعا احنا ساكنين في منطقة تبعد عن المكان اللي نشتري منه الكتب أو المكتبة، الآن أعتقد أنها غلقت اسم العائلة كان، فكانت المسافة تقريبا على أساس نشتري مجلة أسبوعية يحتاج لنا ساعتين إلى ثلاث ساعات بعضها، نروحها مشي من البيت إلى مكان المكتبة ونأخذ هذيك المجلة ونرجع البيت. احنا نطلع العصر نوصل تقريبا قريب العشاء. في الثمانينات، هذه مرحلة الثمانينات كانت فيها نوع من النقلة الثقافية أنا شخصيا لمستها. صار فيه تعددية، صحف صارت توصل، مجلات صارت، المكتبات أكثر انتشارا، بالإضافة إلى أنه التربية لعبت دور في هذا الجانب ودشنت ما يسمى بالمكتبة المتنقلة، حافلة صغيرة كانت تزور المدارس وفيها كتب، اللي يريد يشتري كتاب. وهذاك اليوم كان يوم مفتوح، يصير عندنا هذاك اليوم يوم مفتوح، وتدخل الحافلة المدرسة وكل حد يشتري كتاب. أنا أذكر أول كتاب اشتريته اسمه تاريخ عمان هذيك الأيام، والمدرسة خبرونا قبلها بكم من يوم أنه بتجي هذه الحافلة واللي يريد يحضر نفسه. والظروف المادية ما كانت يعني جيدة، الواحد إذا عنده ريال هذا يعتبر يعني مبلغ جيد، مبلغ جيد يعني. المهم أنا دبرت ريالين، أنا قدرت أحصل بطريقة أخرى على ريالين واشتريت كتاب اسمه تاريخ عمان. أي ولا أعرف إيش هو الكتاب ولا مضمونه، فقط تاريخ يعني يتكلم عن التاريخ. حقيقة أنا عجبني الغلاف، غلاف أبيض جميل أنيق ومكتوب فيه بالخط الفارسي تاريخ عمان، خضيته طبعا، قرأته بالكامل، أي كتاب يوقع في يدي أقرأه. حتى قبل ما يجينا، قبل ما يجي هذا محركات البحث، الموبايل ومحركات البحث وهذه الأجهزة التفاعلية، كان قبل في بداية التسعينات كان في موسوعة تسمى الموسوعة العربية، هي عبارة عن مجموعة من الكتب، ما أظني ما يقارب 20 كتاب، 20 مجلد مش كتاب، أنا اشتريتهم بالكامل ودفعت أقساط، بالأقساط ما أقدر أشتريهم، فخضيت هذه المجموعة بالكامل وأصبحت مرجع بالنسبة لي، مثل محرك البحث اليوم لما نفتح ونشوف هذه الكتب تستخدم نظام اللي هو ألف باء، أيوة، حط السؤال ليش تريده تدور عليه تحصله ويعطيك المعلومات، فصار هو محرك البحث مالي في بداية هذا الكلام في التسعينات، بداية التسعين من نهاية بداية التسعينات. نعم، في مرحلة الثمانينات تقريبا أو تحديدا يعني 85، أنا بدأنا في ما يسمى بالجمعية المدرسية، كانت المدارس بداية العام تشجع الطلاب على الاستثمار، يعني اللي يدفع ريال يحصل ريالين، اللي يدفع ريال يحصل، أيوة، فأخذنا أنا وأخوي الأكبر سالم، وبالمناسبة ترى سالم فنان تشكيلي ونحات، عنده لوحات ونحت وشغلات كثيرة، فدخلنا في واحدة من هذه الجمعيات، عجبتنا هذيك السنة كانت جميلة، دفعنا هو ريالنا ريالين 4 ريال، صار نهاية العام 8 ريال، حصلنا 8 ريال، 8 ريال مبلغ جيد يعني، أيوة. قررنا هذيك العام نشتري اللي هو المنظار، هذا المنظار الفلكي، أيوة مثل التلسكوب،
أخذنا واحد واستمتعنا به كثير، نشوف القمر ونشوف الجبال ونشوف الأشياء من فوق البيت. أيوه. وهذيك الأيام ما في بيوت مرتفعة كثير نقدر نشوف. السنة القادمة قررنا نغير الفكرة، دخلنا طبعا احنا عجبنا الموضوع. ايوه. فقررنا نشتري آلة عزف. ايوه. اورجن هذا. انا استمريت في العزف، لاحظت نفسي اني بعد شهر او شهرين بديت اعزف. ايوه. مع صعوبات التعلم هذيك الفترة، اذا انا بدي اتعلم غير المدرسة، حصة الموسيقى في المدرسة تفرق، هو المعلم في المدرسة ما يعلمك كيف تعزف، يعلمك ثقافة موسيقية فقط، ثقافة موسيقية يعني دوري مي فا صول سي دو والسلم الموسيقي والشغلات هاي يعلمك إياها بس. فكان عندك درس موسيقى في المدرسة؟ هذا غير المدرسة، كان عندي من المدرسة، كان من الدروس المهمة عندي، درس الموسيقى، درس التربية الفنية، حصة التعبير في اللغة العربية من أهم الحصص، ما فرط فيها، أكتب صفحتين ثلاث أربع، أكثر طالب في الصف أكتب، يعني المفروض صفحة نكتب أربع صفحات، الأستاذ من حي أراده دلوقتي. كنت أحبه. أيوه. فصرت بعدين أروح نفس المكتبة، هذه مكتبة العائلة، أخذ منها كتب، وإذا سمعت حد بيسافر، حد بيسافر مكان خصوصا الدول العربية صوب مصر أو سوريا، أرسل معه جيب لي كتاب عن الموسيقى، جيب لي كتاب كيف تتعلم الموسيقى. فتعلمت الموسيقى وتعلمت كيف أعزف الموسيقى. فنشأة الحركة المسرحية ساعدت على تفاعل الشباب من الجانب الفني، ككتاب، كاتبين سيناريو، مخرجين، ملحنين، فنيين إضاءة، فنيين ديكور، حتى فنيين مكياج موجودين. دخلت في هذا الجانب من خلال المسرح في بداية التسعينات، وساهمنا في الكثير من المسرحيات في جانب التلحين الموسيقي والمؤثرات الصوتية التي تكون متابعة كنا نشتغلها لايف مباشر. أي لأنه بعض الأحيان في المسرح ترى يختلف عن التلفزيون، المسرح كل شيء لايف، كل شيء مباشر. عملية انك زمان لما الكاسيت هذا بعض الأحيان ردة الفعل قد يتأخر المقطع الموسيقي المصاحب مع ردة الفعل عند التشغيل، لا تكون ردة الفعل انتهت بعدين قلت الحركة الصوتية، فالحركة سبقت الصوت. لكن لما يكون مباشر في نفس اللحظة بشرط تكون حافظ المسرحين، حضرت معهم البروفات كلها، التمارين والتدريبات كل، فكنا نشتغلها حي على الهواء مباشرة من الخلف الكواليس. بعدها في 96 جاء ما يسمى بمهرجان أصدقاء البلدية، اللي هو بعدين تطور إلى أن أصبح مهرجان الخريف. فهذا كان أول ما ظهر هو عبارة عن مهرجان توعوي لجمع الزجاجات الفارغة، ولكن العملية تطورت لأنه صار عليه إقبال ودخلت فيه المناشط فيما بعد. شاركنا فيها في الافتتاحات، الأوبريتات، افتتاحات مهرجان الخريف، شاركنا في كثير منها من التلحين والمؤثرات الصوتية وحتى التسجيل، ساهمنا في التسجيل كذلك في بعض منها. خلصت دراستي الثانوية وحتى ما صار عندي وقت إني أفكر إني أدرس الجامعة، كانت عندي رغبة وقبلت حتى في المعهد. هذيك الأيام كان معهد التقنية اسمه معهد التقنية، كنت وقبلوني فيه هنا في مسقط، ما كان فرع في صلالة، وما رحت لأني خلاص صرت مداوم. لكن خلال عملي في اشتغلت وكنت أدرس وأذاكر في العمل نفسه، والتحقت بالأكاديمية العربية للعلوم المصرفية. أيوة. ودرست، صرت أجي مسقط كل شهر ثلاثة أربع أيام إلى أسبوع، ندرس ونرجع، دراسة مضغوطة صارت، نفس يعني مثل الحين اللي على رأس العمل التعليم أو التدريب على رأس، كانت بنفس الفكرة هي هذه.
حصلت على شهاده من الاكاديميه العربيه للعلوم المصرفيه في اداره فروع البنوك. ايوه. فمجال عملي يختلف تماما عن هواياتي وعن اهتماماتي الادبيه. انا ما اشوف اليوم في عالمنا اليوم، انا ما اقدر احصل للشباب هذا الجيل عذر انه يقول لموضوع ما اعرف. بعض المواضيع اصبحت من المسلمات. اشوف انه من المعيب في حق شاب اليوم انه ما يعرف كيف، ما هي النسبيه العامه، نظريه النسبيه العامه لاينشتاين او النسبيه الخاصه. على الاقل يكون عنده فكره، مجرد اطلاع عنها، كيف بدات القنبله النوويه او الذريه، كيف العلاقه ما بين الاشتراكيه والراسماليه، ومتى بدات وين بدات وش. الان المفروض انه الكل يعرف هذه المواضيع، هذا تاريخ حديث يعتبر. زمان لا، زمان بتدور، بترسل الكتاب اذا ايوه بتدور، اذا حصلت الكتاب بعد. الان لا، لابد ان يعرف اشياء بسيطه، الضوء، سرعه الضوء، حركه الارض، الكواكب، النجوم، المجرات، الشغل، هذه امور يعني الان في الصف الثاني والثالث صار يعرفها من خلال المطالعات. فما في مجال الان، الحمد لله العمليه سهله، عمليه البحث سهله، حتى الواحد اذا يريد يكتب وعنده مقال واستعصت عليه معلومه او التبست عليه يقدر يحط سؤاله على اساس يكون متاكد وواثق من اللي يكتبه. لما جاء الخط العربي اصبحت الخطوط فن، وما ادخل فن الخط كنوع من الفنون الخط العربي، العرب هم ادخلوا الخط العربي كنوع من انواع الفنون. لذلك الى اليوم الخط الوحيد الذي يستخدم للفنون وفي اللوحات الفنية الخط العربي. وتلاحظ الفرق، شوف كيف إبداعات اللوحات والخطوط العربية، خيال يعني، تعطي الفنان أفق غير منتهي. معلمين اللي كانوا في هذه المرحلة ناس أغلبهم كانوا ناس كبار في السن، فالمعلم له نوع من هكذا نوع من الرهبة، المعلم له حضور، المعلم نوع من الرهبة له، كنا غير أنه نخاف منه كنا نحترمه. وطبعا نحن لا نريد نتكلم عن جانب العقاب والضرب، أي لأنه نحن كثير من الأشياء كنا نسويها عشان نتجنب العقاب، كثير من الأمور كنا نعملها ليس لمجرد أنه نعملها، لا، نتجنب العقاب. أيوة. معلمين اللغة العربية والتربية الإسلامية أثروا فينا تأثير كبير في هذه المرحلة، وأنا أذكر واحد من المعلمين اللي درسني في الصف الأول الابتدائي اسمه عباس عبد الواحد عباس. هذا المعلم أنا ما كنت أنكر أنه كان يحبني، هذا المعلم لدرجة أنه كان بعض الأحيان يأخذني يوديني المستشفى هو. فاكتشفت فيما بعد أنه مش أنا اللي يحبني، صار أظن الأستاذ صار يحب كل الطلاب اللي في الصف، كان يشيلهم. ونحن كنا من بيئة يعني نوعا ما بسيطة متواضعة، كان يشيلهم بعد الحصة بعضهم يغسلهم، يغسل هنا آثار ما الأكل، ينظفهم، يرتب، غير أنه معلم يعني، وغير أنه يضرب، يعني هو ما أخذ الجانبين، غير أنه يضرب ويعلم في نفس الوقت كان مربي. وأنا تأثرت بهذا الأستاذ كثير، وكان أعرق الرجل وعنده إصابة في رجله اليسار من حرب أكتوبر، كان مشارك في حرب أكتوبر ووصلت إلى رجله اليسار طلقة، وعملت له شلل بسيط في الكف رجل تحت، وصار يعرق، إيه يعرق في هذه الفترة. وأذكر حتى الحذاء خاص ماله، كان واحد قصير واحد كبير، كان يلبس الكعب، كان يلبسه، وكنت أفكرها موضة. هي يعني بالفعل في هذه الفترة كانت موضة شارلستون. آثارها ما زال المتبقي من موضة شارلستون استمرت حتى السبعينات إلى نهاية السبعينات. أنا كنت أعتقد أن هذيك الموضة، إنما لا، هي كان رجله كذا. أيوة. فهذا واحد من الأساتذة اللي تأثرنا بهم، بالإضافة إلى الكثير من الأساتذة كان لهم دور كبير حقيقة في حياتنا وأنا شخصيا يعني. فحبيت في الإعدادية، حبيت العلوم، الأستاذ يوسف حببني فيها لأنه كان دائما يمدحني،
الله رسمك جميل، رسمك ممتاز. أنا أول مرة أشوف طالب يرسم الخلية بهذا الشكل، رسمها بالرصاص مع التظليل وكذا. فشجعني، غير أنه شجعني على المادة وعلى حبي للمادة، شجعني على الرسم. هو خلاني أرسم، أرسم رسمك حلو، أرسم أكتب في اليمين وأرسم في اليسار، أي شيء تريده أرسمه في اليسار له علاقة بالدرس أرسمه هنا. وكنت أرسم كثير. لنترك الكتابة على جنب قليل ونتكلم عن القراءة، فأنا ما أنتجه ككاتب لابد أنه له قارئ. كتاباتي بدون قارئ لا تعتبر، ما لها وجود. مثل المسرح من غير جمهور لا مسرح. فالقراءة تنقسم إلى نوعين. في نوع القراءة اللي هي القراءة قراءتنا إحنا، وأنا ما أريد أقول أنها القراءة البطيئة، ولكن قراءة تغلب الناس. وفيه قراءة النخبة، ندرة من الناس، هي القراءة السريعة. القراءة البطيئة هذه واحدة من الأشياء التي تشتت الذهن، وربما يكون المحصول أو المحصلة العلمية من ما قرأت أو من الكتاب الذي قرأته قد لا تصل إلى 30 أو 40%. وأنا أعتقد أني فهمت، وفي الواقع أنا لم أفهم حتى لم أصل للنصف من الفهم، لأني أقرأ بتركيز شديد وبتمعن شديد، وأنا أعتقد أني بضغط على عقلي بحيث أنه يفهم. والحقيقة لا، أنا أضغط على عقلي بهذه الطريقة بحيث أنه يشغل خاصية يسمى الخاصية الدفاعية. المخ عنده خاصية دفاعية، في حالة شعوره بالتعب ما يحب يشتغل. هو المخ، المخ كسلان ترى، إذا ما دربته وحفزته هو ما يحب يشتغل، يحب يرتاح. لذلك تلاحظ المخ دائما يحفز الإنسان على السكريات والحلويات، لأن هي غذاء، ترى الحلويات والسكريات هي غذاء المخ، فيحفز الإنسان على أساس إيش؟ يفرز، إذا أكل الحلويات يشعر بنوع من الراحة، يفرز هرمون السعادة عنده. نفس الحالة في حالة القراءة، وخصوصا القراءة البطيئة، تشتغل خاصية الدفاع ويعمل لي شرود ذهني. أبدأ أنا الصفحة، يا أخي صار لي ساعة أنا أقرأ هذه الصفحة، ليش أنا ساعة أقرأ هذه الصفحة؟ ليش؟ ليش أنا واقفنا عند هذه الصفحة ساعة؟ المفروض يكون إحنا في الصفحة العاشرة، صح؟ هو شغال علي الآن، بيحطني في شرود ذهني ويتشعب بي إلى مواضيع ثانية أفكر فيها، واحد. ثانيا يحفز الكسل، نوع من أنواع الكسل، النعاس، التثاؤب، الملل، لدرجة أنك تسكر الكتاب وترميه ما تقرأه وتنام، يجيك أفضل نوم، تشعر بأجمل أجمل نوم هذاك الوقت، مع أنك غير مرهق، قد تكون صاحي منه قبل ساعتين أو ثلاث. هذه كلها خواص يشغلها العقل، لأن استخدم نظام القراءة البطيئة. القراءة السريعة الآن أصبحت بدأت تأخذ اتجاه خط علمي. في روسيا ترى في معاهد، في روسيا في معاهد تدريس اللغة، لتدريس القراءة السريعة. أيوة، القراءة السريعة، بين القراءة السريعة والبطيئة من 250 كلمة إلى 500 كلمة. القراءة البطيئة إذا كانت في الدقيقة، إذا كنت أقرأ 250 كلمة في الدقيقة فأنا لست قارئ سريع، أنا قارئ متواضع جدا. فلما أحد يهديني كتاب، وأنا إذا أحد هداني كتاب ما أرجعه، إذا أهداني أي شخص كتاب، مش أهداني حتى أعارني كتاب، فلا أنبهتكم الحين، يمكن أي شخص يعيرني كتاب ما أرجعه. الفنان المبدع الخلاق المفكر الأديب الكاتب الشاعر العازف الملحن، كل إنتاجاتهم عبارة عن فكرة كانت حبيسة، المخ سجن للفكرة، ما أن حتى تتحرر هذه الفكرة لازم تخرج من السجن، تخرج على شكل عمل، عمل فني. الفكرة تخرج من الرأس أو من حبس السجن من العقل، مقال، مقطوعة موسيقية، لوحة فنية، زي، عباءة جميلة، ترى هي كلها كانت فكرة في البداية. فعلى أساس أنا أتحرر من هذه الفكرة، أريد أحرر رأسي من هذه الفكرة على أساس أرتاح، أشعر بضيق. أنا قبل كتابة أي مقال بيومين أو ثلاث أكون في نوع من القلق، القلق يساورني في أغلب الأوقات، لأنه الفكرة صارت حبيسة وصار المكان ما يتسع لها،
لابد أن تطلع. بعض الأحيان كلنا نتخلص من أفكارنا في مشاريع قد تفشل ونخسر، لكن على أساس نتخلص من هذا الأرق اللي في رؤوسنا ونتخلص منه. فالفكرة دائما حبيسة في عقل الإنسان وفي جميع أو في مختلف المراحل العمرية لابد أن تكون هناك فكرة حبيسة يريد الإنسان يطلعها ويعطيها حريتها. المقال عبارة عن سرد حبكي، حبكة سردية. فهذه الحبكة السردية لما أنا القارئ أريد يقرأ وأشد أجذب القارئ إلى مقالي بحيث أنه يقرأها بالكامل، لابد أن أخليه يدخل في هذا المقال وهو متسلسل، مش يتقفز من مكان إلى مكان وبالتالي هو يفقد حس الاستمرارية في الوزن، رتم المقال، وزن المقال. هو ترى القارئ بيشعر بملل بعدين. أتكلم الحين عن الموضوع، بعد شوية انتقلت إلى موضوع ثاني، بعد شوية رجعت إلى الموضوع الأول، فهنا التسلسل غير صحيح. مباشرة أنا أمل، ما أكمل المقال. عنصر من أهم عناصر المقال الخاتمة. ليه الخاتمة إيش؟ الخاتمة قد يكون فيها خلاصة، الخاتمة قد يعني تسقط مزيد من الضوء على بعض التساؤلات التي حطها الكاتب نفسه فوق. الخاتمة عبارة عن خلاصة. أنا أفضل في كتاباتي أو حتى من كنصيحة للكتاب، فالخاتمة حاول أنك تختزل المقال كله في الخاتمة. وإذا كان هناك تساؤلات وضعتها في المقال عبارة عن تساؤلات، لا تساؤلات ما عندي إجابتها، أنا وضعت في مقالي تساؤلات لأهل معرفة أو لأهل شأن معين ولكن أنا ما عندي الإجابات عليها، لا بأس في الخلاصة أو في الخاتمة قد أشير إلى نوع من الاقتراحات، مش أضع أسئلة وأتركها، لا، مقالي نقدي، فالنقد مش لمجرد النقد، طالما أني أنا انتقدت فلا بد أن يكون هذا النقد بناء وأحط فيه أفكار واقتراحات وآراء من وجهة نظري أنا أشوفها، قد لا تصيب ولكن أنا أرى ذلك، طالما أني تحليت بالشجاعة الكافية لأكتب مقال نقد. حقيقة مؤخرا إلى حد بعيد نعم يتمتع بحرية، طبعا الحرية المطلقة لا ينشدها أي مجتمع، لا للحرية المطلقة، الحرية المطلقة مفسدة، والكثير من المجتمعات التي تنادي بالحرية المطلقة لعلكم تعرفوها أصبح فيها الفساد مستشري إلى درجة لا يقبلها العقل. لكن كحرية، حرية فكرية في الكتابة، نعم موجودة. الكاتب الآن كتابنا هنا على مستوى السلطنة عندنا ألا يكتبون فيما يريدون؟ كل الكتاب ونقرأ كل المقالات في كل يتكلمون في كل المناحي، ما في مجال ما طرقوا بابه وتكلموا حوله. ما هي الحرية التي أكثر من كذا يراد، يعني يراد لها؟ هل أن الحرية بما معناه الواسع الفضفاض أني أتكلم عن بحرية مطلقة عن أعراض الناس ولا أتكلم عن أسيء بكلمات نابية؟ طبعا لا، هذه لا تعتبر حرية، هناك فرق بينها وبين الوقاح. أما كحرية نعم موجودة، وأنا شخصيا مقالاتي لليوم مع جريدة الرؤية لم يرفض مقال، لأنه كذلك يعتمد على الحس الإدراكي والذهني للكاتب. الكاتب لابد أن يتميز بنوع من الحس الذهني، عنده ميزان يقدر يوازن ما بين الأمور التي ممكن مقبولة أو قد تكون غير مقبولة. إذا الكاتب عنده هذا الحس الميزان هذا أنا أقول أنه سيكون في سلام، بينما كاتب ما عنده هذه الحاسية قد يدخل نفسه في أمور هو في غنى عنها. شكرا لكم وجزاكم الله خير، وأنا كذلك من ناحيتي أشكركم على إتاحة هذه الفرصة مجددا للقاء بكم، وسعدت وكلي فخر وشرف بهذا اللقاء، جزاكم الله خير.